رشا اهلا وسهلا فيك. مصور. شو بتعملي انت على تيك توك؟ ليبسينج بيطلع ترند على تيك توك، بعمل انا الغنية اللي بتطلع بعمل عليها وبيجي بديو. ليبسينج يعني انت بتغني بتعيد الاغنية بدون صوت ولكن انت بترقصي مع الليبسينج. مش برقص، برقص شو؟ بطريقة ما برقص، برقص بطريقة مرتبة، يعني بكون واقفة بعمل حركات الغناية بس ما برقص. يعني انت بتستخدمي جسدك مع الاغنية مع الليبسينج لحتى توصلي شو لشو تقولي رشا؟ انا معروفة بعفويتي بهضامتي وبجمالك اسم الله عليك. شو بدك تقدمي رشا؟ ليه انت بتعملي هيدا الشيء على تيك توك؟ بدي اوصل لهدف معين. شو هدفك؟ بصير اعرض شغلي على تيك توك. شو شغلك؟ فاشن ديزاينر. بتصممي ازياء. فانت لتقدري توصلي بعدين لتكوني عم تعرضي او عم بتطلعي مصاري من شغلك، انت عم تستخدمي حالك كجمال كرقص كهضامه لتوصلي. بينتقدوك انك محجبه بتتبرجي وبترقصي. بينتقدوا بس قليل كثير. قليل الانتقاد؟ اكثر شو بيقولوا لك؟ اكثر شيء انه الحجاب مش ما بيطلعك ترند، انه انت عم تستخدم الحجاب لتطلع ترند. امرار في ترندات بيجوا عن الحجاب، بيجي الشيء عن الحجاب بيقولوا لا، او مثلا لبسك ضيق، هيك اكثر شيء بس كثير قليل. انا بعرف انه انت حاطه مثل على كلمه حجاب، ما بعرف شو بتعملوا بتيك توك مني كثير، بس في اب اذا انذكرت الكلمه بتشيليها، يعني اي شيء بيسيء لحجابك كمسبه او كاهانه او يعني انتقاد بتنشال تلقائيا. انا عملتها. ليه عملتيها؟ مره نزلت فيديو كثير اجاني انتقادات عليه، هي عن الحجاب، فحطيت كلمه حجاب. هلا اي حدا بده يفوت يكتب حجاب ما في يعمل كومنت. ليه انتقدتي وقتها؟ كمان كنت عم برقص. كنتي عم ترقصي زياده؟ قد ايه فيديوهاتك بتجيب؟ مش تحت المليون. خلونا نشوف الفيديو لنقدر نقيم تماما والمشاهد يقيم شو اللي بتعمله رشا تحديدا على تيك توك. بدي اسمع زينب، انت محجبه ورشا محجبه، شو رأيك اللي عم تعمله رشا؟ أنا ما بعمل هيدا الشيء، يعني أنا شخصياً أول شيء ما عندي تيك توك من الأساس، ثاني شيء شوي حدودي بعد أضيق منا على السوشيال ميديا، ما تخطيت هيدي الحدود، ما تخطيت وما برأيك تخطيت حدودها رشا؟ هلا أنا ما بنظر على غيري بشكل عام، يعني أنا ما بحكم على غيري، ما بنظر على غيري. أنا بلاقي إنه الحجاب له حرمة معينة، أنا يمكن البعض بيعتبرني أنا بتخطاها، عشان هيك أنا ما بحكي على غيري. يعني أنا اللي بيناسبني يمكن يناسبها يمكن ما يناسبها، فأنا ما بعطي رأيي بهذا الموضوع، بس حتما بالسوشيال ميديا أنت اليوم رهن الصدفة. يعني أنا صحفية بقناة الميادين، بعمل صار لي 5-6 سنين بعمل أفلام وثائقية بتاخذ 40-50 ألف فيو، أنا إذا بنزل فيديو لإلي 9 ثواني عم بقطع شارع آخذ 2.4 مليون عم بقطع شارع. ليه؟ بلا مضمون، ما في مضمون، ما في شيء. بس ليه؟ ليه يعني ليه ليه البلا مضمون ولما عم تقطع الشارع عم بجيب هيدا النسبة العالية؟ ما بعرف، أنا عم بكملوا الفيديو بالآخر عم بيشوفوا جسد. يمكن اهتمامات العالم صارت فارغة إلى حد ما. شيخ لئيس اللي شفته كونك رجل دين ورشا محجبة، عم تضحك مسموح. ما بدش رجل دين، أنا شايفتكم رجال دين أكثر بالمعنى. ما بدش رجل دين. الحجاب اليوم بس تبلشي حجاب وما فوق صار لا أنا ولا هي ولا هي ولا هو، صار اليوم الشرع وكتاب رب العالمين وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعمل آل البيت كرمال ما يزعل منا خينا علي هلا، هي اللي بتقيم واللي بتحكم اليوم، مش آراء الناس، في شرع في طريق واضحة. نعم. فاليوم بس تبلش حجاب وما فوق الدين صار بقيمك اليوم. نعم. هذا ينافي للشرع، ينافي للشرع، ينافي للشرع وينافي للأخلاق الإسلامية وينافي للأخلاق السليمة والأخلاق الواعية. ما قصدت لك صبية أنك إنسانة بلا أخلاق أبدا، أنا قصدت أحكي عن الأخلاق لما تكون أنت شخص محجبة.
نعم. رنا على مدين، كيف شفتي اللي عم تعمله رشا، المحتوى اللي عم تقدمه على تيك توك؟ اوكي، اول شيء انا ماني مثقفه بالدين حتى اجي اعطي رايي من مكان ديني. ايه حسيتها انه هيك مثيره شوي، بس نفس الوقت ما عملت شيء غلط. وانا عم بشوف كمان من خلال الكوميونتي عندي ببيني وبينك انه المحجبات كمان عم يتطوروا ويتغيروا، العصر عم يتغير. فالمحجبه اليوم بال 2022 مش المحجبه من 20 سنه، لا يمكنها ان تتغير. تطور هيك ما بقى، انا هيك ما بعرف، بقلكم ماني مثقفه دينيا، بس بالواقع ايه، بس بدي اقول لك بس بالواقع عم بيتغيروا النصوص الدينيه، يعني في نصوص دينيه وفي احكام ما فينا نناقشها. هيك اللي بلشت طبعا، انا ماني مثقفه بالدين، عم بقول بس عم بشوف على الواقع انه الصبايا المحجبات غير من 10 سنين و15 سنه و20 سنه، عم يرجعوا لورا. هيك لوركا سريعا، بس هيك اللي بعتقد يمكن هي معاصره، يمكن هيدي المحجبه ميلينيال تبع تيك توك معاصره. ليش لا؟ سريعا سريعا، انا بدي اخذ الموضوع مش من فكره الحجاب، يعني حتى لو كانت بنت بلا حجاب وعم تعمل هيدا الشيء، بغض النظر مش غلط ولا صح، ما في احكام، بس انا بفضل رشا تكون عم تقول شيء، لانه صار عندها مليون مشاهد. قلتي قد ايه عندك؟ كل فيديو بجيب مش اقل من المليون. مش اقل، معناتها هلا صار لازم تستغلي هول اللي جبتيهم من ورا هول الحركات، تستغليهم لتقولي لهم شيء عن جد يغيروا.